أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فتوقف الحديث في اللقاء الماضي لدى قول الله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وهذا الطرح القرآني هو طرح قوي ووجيه في بيان ما يمكن أن يدلس به الإنسان على غيره. هذا الإنسان يريد أن يستحوذ على الغير، على الإنسان، بادعاء بعض المزية والفضل على الآخرين. إذا استطاع إنسان أن يقول للناس إنه مقدس وإن له خصوصية ومكانة، فإنه بالتالي يضمن ولاء هؤلاء وتبعيتهم، ويضمن أن يتصرف فيهم كما يشاء، لأنه يوهمهم بأن له هذه الخصوصية. الناس يتخوفون من المستقبل أكثر مما يتخوفون من الماضي الذي مر، لأنهم كما يقال الماضي يتعلق الناس به لأنهم سلموا من شره. الماضي بعض المرات يتعلق الناس به لأنهم سلموا من أثره ومن شره. إذا تحدثك إناس عن الماضي، غالبا ما يحدثونك عن الماضي بإعجاب، يقول إنسان في الماضي كان كذا وكان كذا وكان الخير وكان 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 وكان. الناس لهم هذه القضية دي التعلق بالماضي المبالغ فيه، وأنا لا أقول أننا نبغض الماضي، ولكن يجب أن لا نتصور أن الماضي كان كله حسنا. فالماضي يمدحه الناس لأنه لا أثر لهم عليه له عليهم. فمثلا في بعض مراحل الماضي لم يكن هناك أمن في بلاد المسلمين، لم يكن هناك سلطة ولا أمن، ولا كان الإنسان يستطيع أن يتحرك من مدينة إلى مدينة أبدا. هذا شيء من سيئات الماضي. كانت القبائل بعضها يغير على بعض، كانت هناك حالات من السيبة، والسيبة هي حالة، تعرفون ما معنى السيبة؟ السيبة هي حالة من عدم وصول الدولة إلى المكان من الأماكن، وبالتالي فإن أناسا ما يفرضون سلطتهم، تنعدم الدولة وتفرض سلطة أي شخص تغلب، أي المتغلب، من يسمى بالمتغلب. فتجتمع مثلا فئة من المتغلبين من الأقوياء، إما لأن لهم المال، أو لأن بأيديهم السلاح، أو أن بأيديهم، أو أن لهم عصبة من الناس يؤيدونهم، فيفرضون. كان الناس يلتقون في هذا ليس قديما، وهذه مسألة انتبهوا إليها، لأن الناس يقرؤونها ويكتبون عليها. هناك مجموعات كانت تسمى آية الأربعين، أو في بعض المناطق في المغرب تسمى أنفلاس، جماعة أنفلاس. أنفلاس هي مجموعة من الأشخاص يجلسون فيقولون لفلان: أنت يجب أن تعطي وتؤدي مثلا عجلا، أعطينا جبن العجل. إذا هو لم يعطي ذلك ماشي اختيارا، فإنه يتعرض إما للقتل وإما لإحراق متاعه وما أشبه، فذلك يؤديه صاغرا. هذه الأحكام ليس دائما أحكاما شرعية، هي أحكام فيها عادات، والتي كانت تسمى بأزرف. أزرف أزرف هي أحكام تقاليد. تعرفون أن العلماء كتبوا كثيرا في هذه الأحكام ودافعوها وردوها. حينما جاءت الاستعمار الفرنسي دافع عن هذه الأحكام، لأن الاستعمار كان يحضرنا، كان قلنا بأن هذه الأعراف هي شيء يجب احترامه والتمسك به. وهذا مما جاء به الظهير البربري. الناس لا يعرفون ما معنى الظهير البربري. الظهير البربري مما جاء به تحكيم الأعراف والتقاليد في قصد إلى إبعاد الشريعة. كانوا يقولون إن هؤلاء المغاربة أعظم معظمهم لا يعرفون العربية، لا يعرفون الشريعة، وبالتالي فلا يمكن أن نحكم فيهم الشريعة، الأولى أن نحكم فيهم تقاليد والأعراف. تقاليد الأعراف هي هذه، هي سلطة المقتدر، أي الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء فهو يفعل ما يشاء. فرنسا بدل، ولذلك حينما كانت جاءت فرنسا وأقرت
الظهير بربري، الظهير بربري خص الناس يقراوه، ماشي هو قضيه ان هذا بربري او لا، هي قضيه ضربه الشريعه الاسلاميه، ماشي مضروب الاشخاص. الناس يتكلموا على هل هذا عربي او امازيغي، لا، هذيك هي فرنسا كان الذي يعنيها ان تزيل الشريعه وانتبه الامر. ففي الحواضر وضعت المحاكم المدنيه والمحكمه، كيفاش كانت تسمى قبل المحكمه؟ المغاربه ما كانش يسمي المحكمه، كي كان يقولها؟ قلنا انتم اللي قدام، ها؟ دار الشرع، غادي نمشي لديك لدار الشرع، بقات كلمة دار الشرع؟ أنا بالله بشرع، هذيك الشريعة، ما بقاش دار الشرع ولات المحكمة، وحينما تقول كلمة وتضع مكانها كلمة، تلغي الشريعة، كان الناس يقولون دار الشرع، لأن لم يكن يحكم فيها إلا بالشرع، وكان الناس يحكمون إلى آخر القضاة، من القضاة الشمال فقيه المرير كان قاضياً، فقيه المرير كان قاضياً وكان يحكم بالأحكام الشرعية. ما كان يحكم الا بالاحكام الشرعيه. معروف ما هو، لم يموت قديما، ولكن كان عنده ان هذا هو، وهي اعدل واصوب وانصف واكثر انصافا واقدر على ازاله الجريمه. على كل حال هذا موضوع اخر. اذا فهذه التقاليد التي ركزتها فرنسا ودافعت عنها استثنت منها بعض التقاليد. قالت هذه تقاليد يا جميله يجب اقرارها لنقطع الطريق على الشريعه، ولكن هناك بعض التقاليد أو واحد من التقاليد لا يصلح. شنو هو؟ هو الشفعة. الشفعة شنو هي الشفعة؟ تعرفون الشفعة؟ الشفعة حينما يكون الشركاء، ها؟ شركاء في يجتمعون في ملك واحد، مثلا ورثة ورثوا أرضا. فإذا أراد أحدهم أن يبيع شقصه، الشقص هو الجزء الممتلك، شقص تاعو. إذا أراد أن يبيع شقصه فإنه يبيعه، لكن الشريك هذا ربما يتضرر من هذا المشتري الجديد، أي الذي يشتري من شريكك يمكن أن يكون هذا الذي سيدخل شخص سيء سيعمل على تشتيت هذه الجماعة. فلذلك أعطاك الشرع حق الشفعة، حق إيش؟ أن تشتري هذا الشخص، هذا الشيء المبيع بالثمن الذي باعه شريكك، بالثمن اي بنفس الثمن، ماشي باقل. انا قالك انا بعته له ب 10 ملايين، ديه انت شريك، ديه باش. ولكن الشريك دائما فيما لم يقسم، فيما لم يقسم. اذا وقعت الطرق، اذا صرفت الطرق، فطبعا اذا انقسمت الطرق، معناها كنا عندنا ارض نحن شركاء فيها ولكن وزعنا قسمنا، ما بقاش شريك، لان صرنا لم نعد شركاء وانما صرنا ياش. لما توقع الطرق، تقسم الطرق، اش نوليو؟ نوليو جيران، ما نوليوش شركاء. لما نكونوا شركاء في الممتلك فنحن شركاء، ها؟ ونحن لنا حق مشاع غير محدد، معناها حق مشاع، معناها عندنا هكتار ديال الارض، نحن شركاء فيه. مات الوالد وخلى لنا هكتار ديال الارض. انا استحق مثلا منه 20%، وانت تستحق 20، اخر يستحق واحد، يستحق 7%، نحن شركاء بهذه النسبه. لكن هذه 20 التي امتلكه انا، اين هي في هذا الممتلك؟ شائعه في كل محل، نسال انا وتسال انت، فهمتوا؟ ماشي انا 20% محدده، هذيك تحديد اذا نحن قسمنا ولي تحديد. اما الان انا نسال 20% في كل، وانت تسال 20% في كل، وهذاك يسال 7. لذلك هذا معنى الشركه. فالشركه إذا كان باع أحد الشركاء، إذا باع أحد الشركاء ما ينوبه، يجوز لباقي الشركاء أن يشفعوا بثمن الشراء، بثمن الذي باع به الأرض، هذا لدفع مضرة الشركة، لدفع مضرة الشركة. هذه مسألة معروفة في الفقه. كانت القبائل عندنا، القبائل هذه مسألة أخرى تشبه الشفعة، ولكن شفعة القبيلة ليست شفعة الشخص. إذا كانت الشفعة القبيلة كلها حاضرة، وجاء شخص أجنبي يشتري مثلا 20 هكتار من هذه القبيلة، تنوض القبيلة كلها وتشفع، تقول له ها باش شريت، معناها واحد من القبيلة باع ب 100 مليون مثلا، فتجي تجي القبيلة تقول له شحال شريت؟ 100، هاك الله يهنيك خرج. لماذا؟ ما تدخلش عندنا في القبيلة ديالنا، ها؟ وهذا سبب، هذه مسألة ماشي شرعية في الحق،
لكن هذا ماشي يتشبه الشفع. الشفع لماذا؟ هذا الذي جعل الناس لا يسمحون للمرأة بأن ترث، الأخت ديالهم ما تورش. لماذا؟ لأن الزوج تاعها يمكن يكون لي يكون أجنبي، وإذا ورثت يموت تموت ويدخل الزوج ويدخل أولاده وهم من قبيلة أخرى، غادي يدخلوا نفل القبيلة ديالها. كانوا إما أنهم لا يتزوجون من القبائل الأخرى، وإما أن المرأة كانت عندهم لا ترث، وهذا الذي هو موجود في بعض القبائل الآن. بعض القبائل موجود في هذه القضية حتى تبقى لكن حينما جاءت فرنسا وأقرت هذه الأحكام، قررت هذه الأحكام، قالت هذا القانون الشفعة ما عجبناش، ماشي مزيان. قال فهمتوا؟ كل الأعراف أقرتها إلا هذا، شفعة القبيلة. لماذا؟ لأنه لو استمرت شفعة القبيلة لما جاز ولا ما صح للكولون أن يدخلوا الأراضي ويشتروا فيها. لغت هذا القانون بدأ يجوا الضباط والتجار الفرنسيين وكذا والمعمرين ويشريوا تهما، شريوا 100 هكتار، هم دخلوا في القبائل، لأن قانون شفعة القبيلة لا يسمح لهم. فإذا هذا رفضته فرنسا، تعرفوا كيفاش يلعبوا بالقوانين. على كل أنا أقول إن الناس في الماضي يخافوا، لا يتحدثون عن الماضي إلا تقريبا بتمجيد، وأنا أشرت لكم هذه الأمثلة صغيرة قليلة بأن الناس لا يذكرون ذلك، وذلك يتحدثون عن الماضي دائما باللي بعض المرات الماضي كان الناس لا يجدون فيه الطعام والشراب، وكان الناس يأكلون أرض الطعام، وكان بعض المرات يموت الناس جوعا. ولكن بالنسبة للآن ما بقاتش هذه الأشياء، أكثر الله النعم والخيرات، وأصبحت عندنا الناس المياه تأتي، وزالت كثير من المشاق، وكان الناس يسافرون على الدواب وعلى الأرجل، فكل هذه الأشياء ديال الماضي انتهت. ولكن مع ذلك بعض الناس يتحدثون عن الماضي بتقدير لنا، لأنهم كما قال سلموا من شره، ما بقاش داك الشيء. واخا يقولوا مزيان، ولكن ما غاديش لن يصيبهم ما كان فيه، ما كان في الماضي أصاب الذين كانوا فيه، ولكن المستقبل يخاف الناس منه. فإذا خاف الناس منه، ودائما الإنسان يقول كيف سيكون مستقبلي؟ هل سأكون غنيا؟ هل سأكون ناجحا؟ هل سأتزوج امرأة ويكون زواجي ناجحا؟ هل سيكون لي أبناء؟ هل سيكون لي مال؟ هذه أسئلة يطرحها الإنسان فيما بينه وبين نفسه. فإذا جاء إنسان ماكر ومحتال يعرف في الناس هذه الرغبة، فإنه يقدم نفسه للناس على أنه يعلم المستقبل. قل من تاجي أنا أقول لك شنو المستقبل. فإذا أصبح الإنسان يقنع الناس بأنه يعرف المستقبل، صافي كنت لهم، داروا في كرشو نهائي، يضعف الناس أمامه ضعف. فلذلك نبه القرآن بأن هذا الإنسان لا يعلم الغيب. قول الله تعالى بأن الإنسان لا يعلم هذا الغيب فيه تحرير للإنسان من سلطة الإنسان ومن استعباد الإنسان. هذا تحرير من نتبدي حقوق الإنسان. عندنا تحرير الإنسان يبدأ بالعقيدة ماشي بالقوانين. تحرير الإنسان عندنا لا يبدأ بالقوانين. الإنسان الذي يخاف من إنسان آخر هو عبد الله، ولو كانت قوانين تسمح له بأن يكون أو تسميه حرا. بعض المرات يكون إنسان حر في المظهر وهو عبد في العمق. حينما يكون إنسان رئيس دولة ويخاف من المستقبل ويأتي بالدجالين والكهانين، بعض الرؤساء يفعلون هذا ويستدعون إلى بيوتهم وإلى قصورهم في خفاء بعض الدجالين ويثقهم. وبعض الناس مسؤولون، وبعض ما قد يكونون وزراء، الله يخليك انا باغي ندخل الحمله الانتخابيه وقول لي كذا وكتب لي شي حرز مزيان باش ننجح وباش. هذا راه واقع، هذا الشيء راه واقع، هذا معروف بالنقاء. لان الانسان لم يتحرر من الداخل، تحرر اطاره خارجي والقوانين. هو حر ويقول حينما يطلع المنصه يقول ما يبغي، ولكن في العمق ما عنده علاقه بالحريه، عبد. لذلك قلت إن هذا الأمر أمر خطير جدا، والجاهلية كان قد فشى فيها هذا بسبب قلة النبوة فيها. وكلما لاحظوا تناسوا، كلما قل التدين كلما كثر ادعاء الغيب وادعاء التميز والفضل. هذه مسألة بحال هكا معادلة، إذا كثر الدين وعلم الناس حقيقة العقيدة وفوضوا أمره إلى الله ربحوا وظهرت قيمتهم وبشريتهم العالية.
حينما ينخفض الإنسان، مثلا إنسان مسلم الآن ليس له من الدين شيء، لا يعرف إلا أنه ربما في أحسن الأحوال يصلي، فيقال له يا فلان هذا كيف فعل، هذا كيف فعل، هذا كيف فعل، هذا كيف فعل، وهو صفر ما يعرف حتى شي حاجة في الدين. هذا لن يذهب إلى العلماء، أقول لكم مشيش للعلماء، العلماء يوعلوا عليا، العلماء واعري، العلماء دائما هذا حلال هذا حرام، هذا ما يمشيش للعلم، العلم ما بغيش يمشي للعلم، نشوفه ما يشوفني. لذلك كاين الإنسان الذي يعيش في غيبة العلم والعلماء. الآن ونشرتكم هذه وخصكم تكونوا فاطرين، كاين نابتة تنبت كاع في البلاد الإسلامية، نابتة ديال الدجالين وديال الخرافيين وديال الكذابين وديال، ماذا يفعل؟ يعطون الناس، يبيعون الناس الوهم، الوهم هذا سيدي فلان راه كان يدير فلان ويعطي لفلان واللي عطاه واللي هذا اللي هرسوا واللي جبروا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. واحد الانسان قاعد على طريق كل الساعات ويلا خرج من الكانتينه وبغى يسلم لله، كيقولوا ما شدوا اروح لهنا، مازال يقطر بالخمر، مازال هذاك هين، ما عنده الا خوف من المستقبل واعتقاد بان الانسان يمكن. ولذلك تجدنا في بعض المرات ان بعض التظاهرات يكثر فيها البشر، قلت مزيان بزاف ديال البشر، كل اولئك اناس ليس لهم فهم للعقيده، فانتهى الامر. هذا ليس خاصا بالامه الاسلاميه، لو اخذتم هذا لوجدتموه الان موجود في كل الديانات، عند البوذيين، عند كذا، عند كذا، دائما اناس يتفضلون على الناس، معنى انهم افضل من الناس، ويجدون من يحرق حولهم الباخور، ويجدون من ينفق، ولذلك كانت لهم حيل كبيره جدا، وربما في سيدي فلان فيه واحد الكرامة وفيه واحد المزية، هذا كان وقع في الزمن، يقول بغى يصلي عنده الساعة بغيت نصلي، ولكن هو يركب في القطار، القطار ما يمكنش يتوقف، القطار يجري، يقول لا وقفوا يدير هكا القطار، وسبحان الله بقدرة قادر القطار وقف، وقف فعلا وهو ود وصلى وطلع قعدك القطار ذهب بهذيك الدعاية. شوف سيدي فلان بغى يصلي وجر هكا القطار، القطار وقف لانه كان متفاهم مع واحد الفرنساوي كان يسوق القطار، وقال له ها فوق توقف القطار وحنا نبيعوش، وذاك البلد بلاك ذاك البشر دا كل شيء، دا ذاك البشر كله كان بحال السوائم بحال الدواب، كان هذا وقعت مرات متعدد بتباطؤ، هذا وقع مرات في التاريخ، وقع مرات متعدده. ويقال ان عبد المؤمن بن علي لما اراد أن يحضر مجلس الاختيار، يقال بأنه كان قد هيأ أسدا وببغاء، حينما خرج دخل اجتمعوا في المجلس ليختاروا الخليفة لمحمد المهدي بن تمرت، خرج يقال بأن كانت له بوابة، فخرج الأسد، الناس تخوفوا منه، فما زال الأسد يتقرب يقترب حتى وصل إلى المجلس عبد المؤمن، يذكر هذا في بعض كتب التاريخ، قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون، فجلس وركع انه ركع، ثم قام الطائر ببغاء لا يقول الا كلمه واحده، النصر والتمكين لامير المؤمنين، فقالوا هذا ملك بايعت الحيوانات كيف لن نبيعنا، يلا نضو بايعوا وجاب خارج تمك. هكذا تمشي الاشياء بسبب ادعاء الغيب وبسبب التصديق هذه. لذلك أنا أقول هذا لأنبه إلى أن هنالك شرذمة الآن ليس لهم من الدين إلا هذا الأمر، إلى الادعاء الفضل والصلاح والخيراء. أما هؤلاء العلماء هذا كلام ديالهم لا قيمة له، هذا كلام ظاهري ما فيش الروح ما فيش المعنى، قلنا عامس لأنه يقول لك حلال وحرام، لأن كلام إذا كان كلام العلماء ما فيش المعنى، كلام من اللي غادي يكون فيه الروح؟ إذا كان كلام العلماء لا يتكلمون بكلام، يتكلمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، وأنت باش تكلم بحال ذاك المحاجيات اللي يحكيو لنا بعض المرات في التلفزيون، سيدي فلان كان يقول وكان يقول، كاش كان يقول سيدي فلان جمع لي أحوجك الله يهديك، انظر إلى ما قال القرآن، وإذاك خص الإنسان المنزع ديالو خصو يكون صحيح، لا نجعل شيئا أمام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندعي بعد ذلك أننا سنتفق وسنأتلف، هذا سنختلف فيه كثيرا. دعاء الغيب كما قلت سيطر على الإنسان، سيطر والتهام الإنسان، وإنسان على كل يجب أن يصفي هذه القضية، انتهى، يخصو ينتهي منها ليصدق له
تصدق له عقيدته يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، انتهى الأمر. الناس فيما هذا فيما سوى هذا تسمعون من هذا الذي أذكر لكم في التاريخ وفي الواقع وفيما يفعله الناس مساكن في ذوك ديال البادية، واحد فضيحة أكثر من هذا الشيء. ها والبعض كان عندنا طائفة ثم كثير من الناس يعرفوها، طائفة عاشوا في المنطقة، هو في جات موافقة مسايرة للوقت الاستعمار الفرنسي في المغرب، في الشمال المغربي، لتكون واحد مجموعة من الأشخاص الذين ليس لهم إلا ادعاء أنهم مجاذيب وأنهم وكنهم ما يصلي وما كذا، ما حتى شي حاجة ما عندهم، بدأوا يديروا مجموعات كبيرة جدا تكثر تكبر ويتخلطوا بالنساء والرجال وكذا، يخرجوا في الشوارع ويخرجوا في هذين يسميهم الهداويين. سمعتوا عليهم؟ الكل يعرف هذا الهداوي تاع سيدي هدي، هذا كان منطقة سيدي هدي كان في الشمال، ولذلك استفحى الأمر هم بحال مخيمات كبيرة وفيها الطبخ ديالهم وفيها، وما عندهم شي حاجة سميتها الحلال ولا شي حاجة سميتها الحرام، اللي عجب واحد يقول لهم أنا هذه امرأة دايرة زوج رجال، عندها عادي هداوية وصافي، هذا غير هداوية، شفتوا كيفاش كان. ومن بعد جاء واحد المرحلة مع المقاومة، هما اللي فضوا مع الصفاوي، المقاومة هما اللي دخلوا عليهم وفضوهم. أما هذه أشياء تأتي دائما في حالة ضعف الأمة، وهذو ما يمكنش تقول له شنو، لا يصلي، ما بغى يصليش، ما بغى يصليش الجمعة، ما بغاش يغتسل من الجنابة، ليس لك عليه شيء، لأنه إنسان استثنائي والناس يخافون منهم، يخافون منهم. إذا جاوا عندك هذوك الهداوين وغيره أعطيهم اللي عندك وصافي. معناها كنا نديروا مافيا، مافيات كانت مافيات دينية، هذو المافيات اللي مرة ما زال يجدوا مافيات أخرى، ما زال يكبروا الصغار عاوتاني. لذلك العلم هو الذي يجعل الإنسان يرى ينظر نظرة صح. إذا هذا الإنسان يحرر بهذه العقيدة لئلا يؤخذ. نكمل هذا واحد الطرفة وقعت أحد قال بأن أحد الأشخاص في الجنوب المغربي في جيج صاحب شاحنة كان قد اخترق الصحراء، فوجد بعض الرهبان قد ضلوا الطريق أو شاكوا أن يموتوا عطشا، فهو نظر إليهم وأخذهم وحملهم في شاحنته وأبلغهم إلى الدير أو الكنيسة التي ينتمون إليها، ففرحوا به وكذا 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 وأكرموه. واحد فيهم بغى باش يكمل له الإكرام، قالوا شوف أنت مزيان، أنت الآن ستتفضل عليك، سنتفضل عليك بأننا سندعو الرب سيضيف لك 10 سنوات من العمر، بما أنك درت فينا الخير أنا نعطيك 10 سنين زدناها لك على الأجل. مسكين هذا الإنسان عادي، قال شكرا ثم أعطيتوني هذه 10 سنين لأنني، ولكن كاين مشكلة. شنو هي؟ قال إذا كان الله تعالى أعطاني 60 سنة أعطاني فيها الصحة وفيها الرزق وفيها هذه 10 اللي أعطيتوها لي فين الرزق ديالها؟ أنا ما منين غادي يجيب باش نعيش؟ ما عطيتوني 10 منين يجيبوا لي؟ أنا ولا فلوس تاع جيبوا لي. هذاك كان ذكي، كان ذكي يعرف بأن كان يكذبوا عليه، لأن بعد كي يخرجوا من الناس شكون اللي غادي يعرفوا زاد 10 ولا زاد 10 هي هذيك ديالهم اللي كانوا زادوها له؟ إذا فرضنا غير من ذاك العام زاد 10 يقول لك هي هذيك اللي كانت أنت النهار كنت غتموت، ولا زاد 20 راه 10 ديالهم و10 ديال 10 ديال الاجل و10 اخرى. شوفوا شو امتحان. ولذلك هذا هو الذي يؤدي الى ابتلاء الانسان. اذا ما نطولش في هذه، ام يريدون، يقول الله تعالى ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، ام يريدون كيدا. هذا ايضا اشاره الى الكيد، اريد ان امر بهذا ثم اعود ان شاء الله ربما بعد الى هذا الفقر هذه الآية. الكيد في الغالب ما يكون دالا على الاحتيال واستعمال ذكاء في الشيء، قد يكون كيدا سيئا إذا كان احتيالا في الشر، وقد يكون مطلقا به مرادا به نوع من الذكاء. فقال الله تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين، قال بعض العلماء فيه أن هذا الكيد المنهي عنه هو كيد الخائنين، كيد الذي فيه خيانة، فيه غدر بالناس. وقد يكون شيء آخر ليس كيدا وإنما هو نوع من الفطنة والاحتيال ولا استعمال الذكاء،
يقف الأمر عنده للوصول إلى الحقيقة لا إلى الباطل. كذلك كيدنا ليوسف، يوسف بمعنى أن يوسف استعمله الله تعالى بذكائه ليصل إلى الحقائق التي يريد. مثلا حينما أراد أن يستبقي، حينما أراد ذهب إخوته انصرفوا وأخذوا امتاروا أخذوا الميرة، ماذا قال يوسف لإخوته؟ اجعلوا في رحالهم. إذن زيد ماذا فعلوهم؟ وضعوا صواع الملك. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. إذن هؤلاء جاءوا يأخذون الميرة فافتاروا وتفضل عليهم الملك أزادهم، ولكن الصواع التي صاع جمع صاع التي يوزن بها ضاعت. فأين كانت هذه الصواع؟ أخذها هؤلاء. إذن قال وقفوا الآن صواع، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، أي صواع الملك سرقت، فقدت على كل ما سرقت لكن فقدت. قالوا ما جزاؤه؟ إذن الذي أخذ هذه الصواع ما جزاؤه؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه، الذي يوجد في رحله هذه الصواع هو سرقها، هو الذي يجب أن يؤخذ لأنه هو الذي مد يده إلى هذا. وما أصبحوا يقسمون، ما جئنا لنسد في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا أنا لنسرق، ما جئنا نأخذ الملك، كيف جئنا ما جئناش نسرقه، إيه ما عليكمش سنبحث. أيها الحرس فتشوا كل الرحال. كيف يبدأ الحراس؟ بدأوا بأوعية الآخرين قبل وعاء أخيه. أوعية الآخرين أي الإخوة الآخرين، هذا ما عندوش، هذا حتى الأخير جبروه، الآخر وجبروها عنده. فهمتوا؟ لأنهم لو بدأوا بوعاء الأخي لقالوا هذه القضية مدبرة. فهم هما داروا ما بدأوا به الأول، لكن هو مسكين خلاه تلتلي هذا 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 هذا، ثم ما جبروش فاستخرجها من وعاء أخيه. صافي. إذن يبقى هذا ما يمشيش، لأنه أراد أن يستبقي أخاه. لا يوسف زيد وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن أخوه كان في البداية كان مستهدف وكان غير مضاف إليه، ما مسكين كان يشوفه صافي، رأى أن يوسف فعل به ما فعل فهو كان، لأن ليس منهم، أمه ربما منعزلة أمه أخرى. خلوا عندكم هذا. قالوا اشتكون إن لنا أبا شيخا كبيرا، قالوا سير الله إنكم ما كاين شيء، وأرادوا يستبقيها. في هذا ليس في هذا أي ظلم، ولكن ليس فيه سذاجة، فيه نوع من الذكاء. فهذا ما قال الله تعالى كيدنا ليوسف، ولكن ليس فيه معنى الخيانة. أما كيد الذي فيه خيانة وغدر وسرقة لأموال الناس، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. فقط أم يريدون كيدا؟ أنا أتكلمكم عامة لأن بعد نرجع الكلمة دي. أم يريدون كيدا؟ هؤلاء المشركون يريدون كيدا؟ بالتأكيد إنهم كانوا يريدون كيدا. كانوا يريدون كيدا حينما سلطوا ألسنتهم على محمد صلى الله عليه وسلم، حينما حاولوا قتله، حينما تحدثوا عن أسرته، أرادوا أن لاحظوا هذه الأشياء، أرادوا أن يؤذوه في أسرته في زوجته، فكان حديث الإفك. آذوه أيضا كذلك في نسبه وفي نسله لما يقولوا أن محمدا أبتر. حاولوا أن يقتلوه، تقلت له الله يعصمك من الناس. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يردوا على الدعوة. لما أعجزهم أن يردوا على القرآن وعلى حجته انتقلوا إلى الشخص، ودائما هذا أسلوب الكائدين،
أنهم إذا لم يستطيعوا أن يتحدثوا عن الدعوة وعن الحقيقة وعن الموضوع وعن الجوهر فإنهم ينتقلون إلى اصطناع بعض النقائص لصاحب الدعوة ليهونوا من شأنه. هذه الدعوة التي بدأت يومئذ القرآن ذكرها، ولكن قد الله تعالى قال فالذين كفروا هم المكيدون، وهنا إبراز في موضع الإضمار، هذا إظهار في موضع أم يريدون كيدا، لم يقل الله تعالى فهم المكيدون، لا أظهر فقال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. إذن أرادوا كيدا وهو إلحاق الأذى بمحمد صلى الله عليه وسلم. أعطاك الله حكم، انتبهوا لهذه القضية، أنا سأذكر لكم الآن شيء، حكم عظيم جدا دائما تكرر في التاريخ، الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم أحد، لأن القرآن يقول فالذين كفروا هم المكيدون. الآن جاءت هذه الصيحة، هذا الشريط، من صاحبه؟ من هم؟ ما دينهم؟ شكون هما؟ مسيحيون ولا لا؟ أقباط مسيحيون نصارى، هؤلاء المتأثرون بالرؤية الصليبية السابقة للإسلام كل مرة يتقيؤون علينا ويزعجوننا بشيء. الحمد لله هذا فيه خير، الأمة الإسلامية من جهة من كل عبر كل بلاد الإسلامية ترفض هذا الفعل، وليس هناك شخص حتى من الناس الأقل تدينا من يقبل أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقبلكش سكير أم كذا ما يقبلش. وإذا تعرف الأمم تعرف بأن هذا قضية خاصة. زين أنا غادي نقول لكم من بعد، يريدنا كيدا ويقولون لنا ما لكم أيها المسلمون تنزعجوا، نحن دخلنا في عصر جديد هو عصر الحريات، نحن يمكننا أن نتكلم في الأنبياء في كل، لأن هذا الثقافة، الثقافة لا تقبل التحجير ولا الحرية، الحرية ارضوا بالكم. هذا كلام يقولونه قاصدين بأن يفتحوا الباب لضربنا في متى شاءوا، وينطلق معهم بعض الصغار في أنفسهم والراضعين للبانهم ويقولون بقولهم أنتم أيها الناس ضد الحرية. أجنس فهمكم، هل يوجد أمة على وجه الأرض تؤمن بهذا المبدأ أم فقط نحن الذين يجب علينا أن نقبل به؟ هل يوجد أمة تسمح لجميع الناس بأن يقولوا ما يشاءون؟ نعطيكم أنا بعض الأمثلة وسأجيب في هذا الأسبوع كنت أصغي هكذا في إذاعة دولية لشيء تقرير عن مجموعة الموسيقية في عمت في حقيقة في أوروبا الستينات، وهي مجموعة البيتلز، الخنافس، ولو موضة ولو كذا ولو شيء. هذه المجموعة انتشرت وعما لا لباسها ولا شعرها في كل البلاد، ها، وفي أوروبا وسمعت الأموال وصبح شيء كبير. ذات يوم قال أحد الأعضاء، هذه بعد اللي انتشى وامتلأ، قال لهم كلمة، قال لهم يبدو أننا، انتبهوا لهذا الكلام، أصبحنا الآن أكثر شهرة من المسيح نفسه. هذول البيتلز تمال في الضوء معه، ما ترك هؤلاء بعد ذلك وانتهى نجمهم وقاطعتهم وسائل الإعلام العمومية وانطفأوا بعد ذلك دفعة واحدة. هذا الواقع، هذا السبب، لماذا لم تسمحوا لهم بأن يقولوا هذا الكلام؟ مش قال الفن يقتضي الحرية خليهم يقولوا أبدا، ما كاينش هذه الهضرة، هذه لا وجود لأناس يؤمنون بهذا. حينما يرى الغرب أن كلاما ما يمسه في مصلحته، الغرب له طريقة عجيبة ربما حتى المثقفون عندنا لا يعرفونها، هم لا يقولون بأننا سنحاربه نقف وجهه، لأنهم لا يمكن أن يكونوا ضد الحرية، لا 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 خليه هو حر، ولكنهم يختلقون له قصة من هنا وهناك
ويشدوا ويحشوا في الحبس ماشي على داكشي اللي قالوا، لا 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 شي حاجه اخرى ما كنتوش نتوما عندكم الخبر عليها. ويكيليكس هذا صاحب صاحب فرق فرق راه مزوق في شي في شي في شي سفر ياك، ومطلوب الان مول اسانج مطلوب. علاش؟ يا تات يوم كان له اغتصاب الله يا ودي ما قال هذا اغتصاب حتى قال الهضره وفين، وغير المغتصب الوحيد اللي كان في اوروبا اغتصاب ما اساله في اوروبا وما كاين والو. يصنعوا له قضيه ويزيدوه لها باش يفهموه ويربيوه باش ما يعاودش يتكلم، ولكن لا حريه لا خليه الحريه، الحريه بصح يدخل يبدلوا له غير الملف بدل باش يدخل بالحريه يدخل على الاغتصاب مشى غادي يمشي للحبس ما فيها لا هضره ولا كلام، زعما غادي يطلقوه ابدا لانه دخل في احد المحلات تكلم في اشياء ماشي 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 ديالو. فهم الان يحمون انفسهم، احنا ما نتكلموش على من يحمون، ولكن ما تفرضوش علينا باش نامنوا بانكم فعلا فعلا تؤمنون بهذا المبدا. حينما جاء بعض الدعاة احمد ديدات الى فرنسا ما سمحولوش باش يدخل، علاش؟ الحريه بدوله 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 سير الله يهديك. لما جاء فيلم فارس بلا جواد نسيتو هذا نسيتو صافي، يعني الذاكره ان احنا في ضعيف هذا، انتم غير صغار عاد مازال ما شفتوش هذا في شريط معروف فارس بلا جواد وبداو فيه كذا، قالوا هذا عمره ما يفوت هذا الفيلم ولا يمكن انك تفرط في اوروبا تفوت، لان قال شي كلمات ما عجبتهمش. مشى الفيلم مشى يا ويلك مشى مشى، لو ان قالت من القنوات تفوتوا الان. اعتقد الامس ولا امس كان استجواب مع مغنية أسلمت ها وتكلمت ها سمعتوا على هذا أربعة ديال الساعات تكلمت عن الإسلام بكلام مهم جدا، كلامها ذلك سجل في اليوتيوب سجل في لا. وكان مؤثر جدا مشى رحمة الله ما بقاش مشى مشى ما كانش قلعوا باقي الفيلم لأن حرية وهذيك ماشي حرية. احنا ماشي نقول هؤلاء الناس هؤلاء لهم ان يفعلوا ما يشاءون، لكن نقول لقومنا لاهلنا لا تنخدعوا بهذه الكلمات، حقنا من حقنا ان ندافع عن عقيدتنا عن اعتقادنا، لسنا نحن مجالا مستباحا ليجرب الناس فيه حريتهم، نحن امه لها نبي تعزه وتجله وترى انه معصوم دعونا وهذا الامر، لا نلزمكم بذلك ولكن لا تقتحمونا. هذا الامر سيصل الى العالم، العالم لا بد ان يذهب الى هذا، العالم ماشي ما يمكنش العالم يترصى الا بهذا، ولذلك الذين بداوا ما عادوا يفعلون ذلك، دنماركيين وكذا ما بقاتش عندهم الفنانين بزاف مشاو ما بقوش، لان المصالح تاعهم هزت. فلذلك اي دوله الان تقول اخترنا في راسنا بهذه المسائل ماشي ماشي احتراما وانما دفاعا عن الانسجام. العالم لا يمكن ان يستمر في هذه الحاله من الفوضى. الله تعالى يقول لك فالذين كفروا هم يريدون كيدا فالذين كفروا هم مكيدون. هذا وعيد الهي بان الذين يكيدون محمد صلى الله عليه وسلم ويبحثون له عن اشياء وعن سوءات ليست له سيكيدهم الله تعالى. هذا الامر انا يبدو لي شيء، لاحظوا لاحظوا قرأوا الاشياء التي ترون الان. ألا ترون الآن أن هذا الوعيد الإلهي تحقق دفعة واحدة الآن؟ اليوم 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 حكم المساعد الأقرب للبابا، لأنه في هذه اللحظة التي كان الناس يتحدثون يصنعون ما يصنعون لمحمد صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الرجل بيده لا بأيدي المسلمين وهو المقرب إليهم ذا جابريلي، أخرج كتابا تحدث فيه عن فضائح الكنيسة، وهذه الفضائح فيها فضائح أخلاقية وفضائح مالية، ودوره على محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عليه افتري على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أن الناس بعض المرات ما غاديش بعد ما يستطيعش حتى يكلموا هذا الكلام يعاودوش، لأن الكنيسة حاولت ان تخفي هذا في محاكمه كانت سريه تقريبا في قاعه صغيره، وحاولت ان تحسم فيه، ولذلك سموا المحكمه الان بعض الوسائط تسميها مهزله. لماذا؟ لانها تقول ما قاله السابقون عن هذا النظام.
الآن الكنيسة فيها حالات كثيرة من الاعتداء على الصبيان، هل فعل ذلك المسلمون؟ هل فعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش لك تكلم أنت؟ لا منك تكلم، على منك تكلم؟ هل كان في محمد صلى الله عليه وسلم خيانة؟ هل تزوج النساء سرا؟ هل ترك تزوج بالنساء كما يفعلونهم ترك التزوج بالنساء وتزوجوا بالأطفال؟ أي الأشخاص هو المكيد والذي يحق ويجب عليه أن يخجل من نفسه؟ يجب عليه أن يخجل من أنفسه. وتبين لهم أن هذا الحراك وأن هذا الأوبة للمسلمين الإسلام لا يمكن أن تكسر إلا بتشويه صورة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زادت تلك الصورة إلا اتضاحا وجمالا. وفي نفس اللحظة، مشي بعيد، مشي العام الآخر للعام، لاحظوا خصكم تشوفوا الفعل الإلهي في هذا. ليس من الصدفة أن يأتي هذا في نفس اللحظة اللي يتكلم الناس، أي الله تعالى سخر هذا الشخص من أهلها من العمق ليقول للناس إنما يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم صحيحا، وإن الصحيح هو أن هذا الكلام موجود في أناس آخرين هم الآن أحياء ويعيشون، وهم الذين يعرفون هذا ولا يقولون الكلام الصواب. أي هؤلاء الذين أدانوا، هل أدانوا حقيقة هذه الدعوة؟ هل وقفوا بجد ضد هؤلاء الذين يريدون أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كان كلامهم محتشما وكذا والاحترام. لا، يجب أن نقول للناس لا تمسوا الأديان، دعوكم من الأديان، كل الناس كل له دين، يمكن أن نتحاور علميا نتناقش ولكن في مستويات أخرى، مشي مستوى الكاريكاتير والفيلم. فيلم مشيش فيلم فيه أحقاد. إذا كنتم عندكم كتابات أو كذا والمناظرات مستعدين الناس ينظركم، ولكن أن تلقوا إلى العامة، لأن كلمة دير كاريكاتير، عم تكلم عن إنسان ساذج، إنسان يضحكه الكاريكاتير، يضحكوا على نبي عظيم ليس له قدرة المقاومة للأفكار ولا النقد والمتابعة. فلذلك قلت هذه الآية، أنا ذكرتها الآن، ذكرت باستعجال فيها هذا الأمر الغريب جدا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وبقدر ما يكيد الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام بقدر ما يرتفع الإسلام ويعتز الإسلام ويظهر في الناس. الآن هذه القضية ديال شخص، أي بعد أن تكون قد أسأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الأوروبي ولا الأمريكي، سأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي المنتظر أن الناس سينفضون عن هذا الدواء، في هذه اللحظة تسمع أن هنالك من يسلم من الناس الأشخاص الذين لا ننتظر فيهم أن يكونوا مسلمين، من أي المغنون هم مشغولون بلهوهم وبغنائهم، ومع ذلك فيهم يأتي هذا الأمر الذي هو الإسلام و الانتماء لهذه الملة العظيمة. إذن هذا ما تشير إليه، عموما ما تشير إليه هذه الآية. وأعود إن شاء الله في اللقاء المقبل إن شاء الله إلى بيان المفردات التي احتوت هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الأسبوع الجاي جبل التسبيح.